لو خلال فترة قصيرة يجي 70 قانون. الآن في مجلس النواب يوجد 70 قانون. طلع 68 الأساسيات اللي يردوها اثنين، قانون جرائم المعلوماتية وقانون التعبير والتظاهر السلمي. هاي القوانين هي المستهدفة في التشريع. ليش؟ تسوقهم بينهم حالة حرية الرأي والتعبير اللي موجودة حاليا السوشيال ميديا، ويسوقهم بأنه الوضع المواطن العراقي يستخدم حق الدستوري وفق مادة 38 من الدستور العراقي ويعبر عن رأيه بالاحتجاج والتظاهر السلمي. بلي. هاي مواضيع ما مقبولة عند الطبقة السياسية، لذلك تجري محاولة تقييد هذه المبادئ الدستورية. هنتكلم عن حرية الرأي وحرية التظاهر، هاي مبادئ دستورية بالدستور العراقي مادة 38، فأكو محاولة لتقييدها. طيب قلت لي يريدوها اثنين، منو تقصد اثنين؟ اثنين يعني القانونين لو اكو جهتين تريد هاي تاكد على انه لازم؟ لا لا القانونين قلت لك 68 مو ما بيهن اشكال، مو مهمات، مو مهمات، بس هذين الاثنين اي اللي يستهدفون قانونين، هذين القوانين الاساسيه اللي موجوده عندهم حقيقه. وقانون جرائم المعلوماتيه، شوف كل القانونين استاذ عدي لو ترجع تلقى عبارات غامضه وأحكام قاسية. بالتالي أنت من تكتب مثلا المصلحة العامة أو الآداب العامة، هاي عبارات يعني عامة ما تستفاد منها شيء ولا ممكن تعريفه، ولا ممكن بأنه كتب الفقه القانوني، ولا ممكن بأنه تقع على تعريف صحيح لهذه العبارات. وإنما هذه في كل منظومة سياسية المصلحة العامة تخضع إلى رؤية الطبقة السياسية وتخضع إلى مزاج الطبقة السياسية، لذلك يقال عن هذه العبارات العامة بأنه نافذة تمر من خلالها أفكار الطبقة السياسية. حلو. بالتالي وجود هذه العبارات ووجود هذه الأحكام القاسية ممكن أن توظف لمصادرة الحقوق الدستورية للمواطن العراقي، رغم بأنه اعتراض الإعلاميين واعتراض النخب العراقية واعتراض المفكرين والقانونيين والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن هنالك إصرار عجيب على تمرير هذه القوانين. أوف. يعني ممكن تمريرها بعد العطلة التشريعية مثلا، أو نقول خلال هذه السنة التشريعية، لو شلون ممكن إذا ما صارت وقفة جادة نيابية شعبية إعلامية مجتمع مدني عراقي مؤمن بالحقوق والحريات، ممكن بأنه هذه القوانين تمر. طيب احنا نحتاج قوانين فعلا، لكن نحتاج أن نغيرها هاي ونبني صيغة جديدة؟ لو ممكن تعديل هذه الصيغ الموجودة هسه حاليا بالقانونين على مستوى الشخصي، بأنه أفضل أن تسحب هذه مشاريع القوانين لسبب وحيد، بأنه في مجلس النواب العراقي حاليا لا وجود لتوازن قوى، خاصة بأنه هذه القوانين يعني في موادها